سنين وبنذكرنا في كوشن دا كورين بيشاب رجاية رضوة دمقراطيك بقرن يا بوبوية من مناشبوي كرسالية بلنجاو يا في عروزية وقال ماجي هم راستي ينزي دا ترجيان دكي ناس كريا و راستي رجيما هايجي كو نقاري رولا خا كو نقاري رولا خا بري بابري رولا خا بري بابريني بري بابرنا وقالي خو براسمنا فرسمنا قالي خابكي و ازادي و رومات و عدالات بيك لينه سن نسيانا هفاج دا لنسي تيروني و داكت بكاريه جبوي بيكي سياسة دفتر كرنه فرس دكن و مينا قالي ما قبول ناكن داكو تماني في عالوزية درش بكن و بازار المسار دوزا قالي سوريا بكن لقادن اوروبا و خاباتن علاية كشتي دكن عن وقت مجلس مرمض شهيدان يا حريم عفرينه بتدني بتبيلانكي الصاصي و لسكح المجلس اولا قارية يا نظر نتوي شر مزار دكن نسر هم بيار و كنكوشين كو داكر كري داكر كري دا بيكو بتاي باتشي لحريم داكر كري دا و بتشتي تسوريا دا داخل ما اوا كو تستوردانا بلس بگرن دا کوره لپیشی آفان بویار و کنکوشیان بگرن یه لدشی کل اینا و مروفاهیه بکنینن لکره لدبه بلا بده و کوشاران جزا بکن ام وقت مجلس ها مربط شهیدان یا حریم عفرینه همه پارستان ها مربط و کل خواه یه برخودر بکن لکره لدبه بلا بده سوزا ما آوکو پشتیری هفتو بکن و لبرخا بدن و یکیتی و هفتن آخا خورد بکن وشان الذهنيه تفاشيسنا بكن وذا بريالية تكبن مداجرة بالقضية السورية في أروقة أوروبا الأوروبية خدمت لمصالحها ولتغيير الرأي العام العالمي على حقيقة المعاصر على الأرض الواقع الآن. نحن كمجلس عوائل السوداء في إقليم العظيم نريد أن نستنكر الأصوات الدولية للمنظمات والمؤسسات الحقوقية ومجلس الأمن عن تلك الجرائم التي ترتكب بحق شعبنا المقاوم في سوريا بشكل عام والمناطق المحتله بشكل خاص ونطالب بالتدخل العاجل في الحل من تلك الانتهاكات والجرائم المرتكبه بحق شعوبنا والانسانيه جمعاء في اي مكان كان محاسبه الجنات وتقييم العدالة الاجتماعيه لاننا كمجلس عوائل السوداء في اقليم العفيف سنحمي وندافع عن عوائلنا وشعبنا المقاوم اينما كانوا ووعدنا لهم بالمقاومة والتكاتف وبالاتحاد سوف نحارب الذهنية الشوفية وندحر الانحلال المجد وخلود للشهداء